السلام عليكم، اهلين فيكم فيديو جديد. طبعا قبل 10 دقائق خلص مؤتمر ابل، اعلنت ابل عن الايفونات الجديده، فبنتكلم بدايه معاكم عن الايفون 11. الايفونات اللي نزلت ايفون 11 اللي هو 10 ار يعتبر النسخه الجديده، وايفون 11 برو و 11 برو ماكس، هو ال 10 اس ماكس وال 10 اس يعني. فبنتكلم بدايه عن الايفون 11. الايفون 11 الميزه الجديده، اول شيء اتوقع الناس كلهم يعني اكثر شيء يحبون الايفون 11 فيه في الالوان. الالوان الجديده اللي نزلت الحين هو اللون البنفسجي، اللون الاصفر، اللون الاخضر، اللون الاسود، اللون الابيض واللون الاحمر. هذا تقريبا هذه الاشياء. وصارت فيه كاميرتين، طبعا توقعت انا انهم بيحطون الكاميرتين نفسهم نفس ميزات، مو بنفس الكاميرتين لكن نفس ميزات الايفون 10 اس، ان كاميرا العاديه الوايد والثانيه الالترا وايد. هذا قصدك اللي هي التلفوتو ولا التلفوتو؟ لكن لا، الحين حطوا الوايد والالترا وايد. وانا برايي احسن. اوكي، فكاميرا تصور لك عادي، كاميرا عادي يعني وايد مساحه عاديه، والثاني تصور لك اوسع. طبعا التصوير الليلي فيها رهيب، حطوا فيها ميزه جديده في التصوير الليلي. الكاميرا ثنتينهم 12 ميجا بكسل ويصورون ثنتينهم 4K 60 فريم، والكاميرا الاماميه برضو 12 ميجا بكسل وتصور 60 فريم، وتصور برضو سلو موشن، تصور سلو موشن في الكاميرا. هذا شيء جديد طبعا. لو بنتكلم معاكم عن، طبعا في ميزات كثيره في الاتش دي ار، وفيها برضو الميزه السبيكر، الاوديو زوم، الاوديو زوم في الكاميرا. ف نفس اللي عند ال جي وسامسونج، بس ال جي لهالسنين اوكي نزلوها. ميزات السريعه، الجهاز حجمه 6.1 ال سي دي الى الان رتنا. الكالر مثل ما قلت لكم ست الوان، فيها دولبي اتموس. الكاميرات الخلفيه الكاميرات الخلفيه 12 ميجا بكسل ثنتينهم، 1.26 ملي متر على الاف 1.8، 6 عدسات فيها. والثاني برضو الالترا وايد 13 ملي متر 2.4 اللي بتشار حقها، 5 لينز تصور على 120 ديجريز الفيو. طبعا فيها ال HDR، سمارت HDR، فيه النايت شيفت مود اللي قلنا لكم ممتازة، تصور 4K 60 فريم مثل ما قلنا لكم قبل شوي. طبعا أفضل شيء فيها اللي هو معالج A13. لما نتكلم عن المعالج A13، أقوى من المعالج القديم تقريبا ب 20 أو 30%. هو الرد أصلا المعالج القديم الـ 8 Wolf اللي موجود في الآيفون 10 S، وهو إلى الآن أقوى معالج. فنزل A13 الحين وغطى عليه، في CPU صار أسرع والجي بي يو برضه صار أسرع. البطارية زادت في الايفون هو 10 اس، القصدي الايفون 11 لو بتقارنه مع الايفون 10 ار زادت ساعة واحدة بس. السعر يبدأ من 699، فبطارية زادت يوم، زادت ساعة، والسعر نفس تقريبا او صار ارخص شوي. تقريبا نزل كم؟ $51 تقريبا. الالوان مثل ما قلنا لكم، الالوان بنرجع نتكلم عليها كلها بسرعة. الفيس اونلوك صار اسرع برضو، صار فيها انجل، صارت تغيرت يعني، صارت تفتح من زوايا. من البداية المفروض تشرح تقول ان المواصفات اللي على ال11 هو نفس اللي على البرو. ايه شوي ايه اللي هي يعني نتكلم معاكم الاشياء ذي نفسها. فالفيس انلوكت صار افضل من القديم، الحين صارت في زاوية، يمكن زاوية اكثر انك يعني يفتح، ما ادري كيف سواها بس انه صار افضل. في برضو الواتر والدست ريزيستر صار افضل من الجديد، صار الحين تقريبا يوصل وصل 4 متر 68 من زمان اللي بس المدة أطول، 4 متر و 30 دقيقة يتمعك. طبعا الوايرلس برضو الوايرلس صار الوايرلس 6 الحين كله واي فاي. طيب الحين نتكلم معاكم عن الايفون 11 برو. طبعا نفس مواصفات ال 11 اللي قلنا لكم قبل شوي عن نفسه، لازم لكن تزيد فيها ميزات كثير ازيد. يعني البداية لو بنتكلم عن حجم الشاشة، نفس حجم الشاشة الايفون 10 اس و 10 اس ماكس، اللي هو الصغير بيكون 5.8 والكبير يصير 6.5. في الديسبلي طبعا غيروا فيها شيء، سموها برضو باسم جديد، سوبر رتنا اكس دي ار ديسبلي. البكسل اللي غيروه حرفيا هو طبعا الموديل الجديد من مال سامسونج مال السنه، بس اللي غيروه اللي هو اللي غيروا اسمه، لانهم استخدموا اسمه يقول لك خبرتهم من الماك عشان يسوون تون جديد. هذا التون جديد مع وايد كالور جامت، يعني عندك
تقدر تسوي فيه color collect حق يعني حق الصور ولا شيء حق الفيديوهات انهم دزوا في انك يعني تسوي الاخراج انت اكثر يعني في الجهاز وغيره بنفس برنامج الصور برضه. الالوان الجديده اللي نزلوا فيها طبعا سبيسي جراي بالسيلفر والجولد هذه الالوان الجديده اللي نزلت تقريبا واللون الابيض كلهم مات المات كلهم كلهم طافي لون هذا الحلو صار الحين اللون كلهم طافي نفس الاي البكسل البكسل من الجهاز من الخلف بس البكسل 3 نص النص ايه المعالج الجديد مثل ما قلنا لكم اللي هو نفس الايفون 11 اللي هو الاي 13 بايونيك تقريبا هو نفس 7 نانومتر وفيها ترانزستور تقريبا 8.5 بليون صح ترانزستور 8.5 إذن شفيك طلع فيه أوكي نكمل مبان اللي نسويه طيب الشيء الجديد والحلو الأحجام نفس الأحجام نفس الأيفونات القديمة لكن لو بتقارن الـ 10S مع الـ 11 الجديد راح يعطيك 4 ساعات زيادة هذا الفضل يعود البداية لحق المعالج الجديد أن المعالج الجديد في ميزات اللي حطوها فيه أن ما أدري كيف الجهاز يدري أنك لازم تستخدم استخدام خفيف هم حطوا كنترولر لحق المعالج استخدام للمعالج زي السي بي يو للسي بي يو زي اللي تلقى كنترولر حق الاس اس دي ولا ذيلي او مثلا فالديسك هو يوزع القوه ويطفي شغلات يعني يمدي يطفي اغلب الانويه من السي بي يو يشغل نواه واحده يطفي كل الانويه في الجي بي يو يشغل نواه واحده يطفي الجي بي يو كله عشان يوصل طبعا السي بي يو هو المعالج والجي بي يو حق الرسوميات هو اي وشغلات كثيره بعد في المعالج كذا هم قاموا يقولون انه نزلوا اداء الجي بي يو 40% هي ما بفخر تنزل اداء الجي بي يو 40% بس البطاريه فخر ايه لان الجهاز يدري انك ايش تستخدم يعني دقيقه تصلى على النبي انا اكلمهم ايه بس فكره ان ينزلوا 40% وانت جالس تقلب صفحات النت وجالس على صفحه الام شيء خطير فحركة حلوة انك يعني تستخدم جهازك يعني تخيلوا الايفون 10S يعتبر ترى لو تفكر فيه يعتبر المعالج مالهم الاولد صاير لان تقدر تطفي كل نواه كل قطعة من الجهاز زي الاولد اللي تطفي كل بيكسل فحركة حلوة انه في 10S نرجع مرة ثانية الحين لو انك مثلا اوكي عندك 10S وتبي تشتري الـ 11 نفس حجم الشاشة لكن راح يعطيك 4 ساعات زيادة في الباتري استخدام الباتري ولو عندك 10S Max وراح تشتري الـ 11 Pro Max راح يعطيك 5 ساعات زيادة في الباتري فشغل جبار فشغل مفروض يصير all day يعتبر all day يعني إذا كان إذا لا دقيقة إذا كان جهازك القديم مثلا الايفون عندي يشتغل 6 ساعات أعطيته 4 ساعات زيادة خلاص all day. إيه all day في استخدامي الطبيعي يعني المفروض إذا أرجع في البيت إذا كنت بس يوم يوم يومك مشغول كله خلاص الحين انت على نهايه اليوم ديك رجعت شقه الشحنه ويدعم الحين طبعا هو الايفونات القديم برضه يدعم الفاست تشارج لكن الحين حطه في العلبه ال 18 واط ال 18 واط نفس الايباد برو اذا اي شخص عنده ايباد برو عنده الشاحن راح يكون موجود نفسه في الايفونات الجديده طبعا حركه حلوه والبكسل لو نتكلم عن بس في ال 11 برو طبعا ايه لان ما جابوا طاري في ال 11 ما ادري ال 11 هل بتكلم عنها حتى لو ما ندري اذا بينزل في ال 11 العادي لان ال 11 العادي مخلص المواصفات ما قالوا انه موجود في العلبه طبعا راح يدعم لكن ممكن ما راح يكون موجود في العلبه عشان سعر الجهاز ارخص طيب لو نتكلم عن الكاميرات الكاميرتين نفسهم الموجودين في ال 11 نفس الكاميرتين الموجودين في البرو لكن الكاميرا الثالثه راح تكون التليفوتو اللي هي 52 ملم على الاف 2.0 و 6 لينز فحركه حلوه اللي هي 2x زوم اي 2x زوم نفس الموجود 4x تقريبا خلوها لا 2x 2x ايه فراح راح تكون ايه في الايفون في الايفون برو الحين راح تقدر تقرب 2x وترجع 2x فالوايد تستخدمه تنتين بنفس الوقت يعني طبعا ما بديجيتال نتكلم عنها على فيزيكال يعني تقدر تصير 2x تقرب 1x والواي 0.1 ايه ترجع حاله من حال 0.5 يعني حالك من حال اللي هي الاس 10 والاس 10 النوت اوكي بيلي. بس الحركه الحلوه برضو ان البرامج الحين يعني بس الحركه الحلوه انك تقدر تستخدم الكاميرات كلهم في نفس الوقت هذه الحركه ما بشد بلد اوكي ما انا ما علي من شد بلد انا اكلمك ان الحين البرامج يعني مو بشد اشتري سياره احنا الحين ان لاني قاعد اشوف انا العرض فالحركه الحلوه الحين
بعض البرامج، وابل يعني خلاص معروفه في دعم البرامج والمبرمجين كيف يدعمون حق ابل. فالحين اي مبرمج يعني تخيل سناب شات او اي جهاز اي برنامج ثاني انك تقدر تستخدم، يعني شوف من قوه مو بس الكاميرات، قوه المعالج انك تقدر تشغل الكاميرات كلهم في نفس الوقت تصور فيهم. يعني وانت تصور تقدر تلعب بالكاميرا، تقدر تصور في نفس الوقت كاميرا قريبه كاميرا بعيده وكل شيء. وبرضه في الميزه الموجوده في الايفون في الجالكسي في النوت 10 اس، نوت 10 اس نوت 10 بلس النوتات الجديده الجالكسي، انك لو زومت الحين تقدر تخلي الصوت على الشيء اللي قاعد تصوره بالفيديو هو يكون الصوت يطلع من اوديو زوم. اوديو زوم انك تزوم على مثلا الحين في ناس يتكلمون هنا يسلفون، ازوم على شخص الصوت راح يعطيني على اللي مزوم عليه صوته هو شو اللي يقول يعني. فحركه برضو حلوه. لو بنتكلم عن عن اسرع اسرع وايرلس فاست شارجنج بعد اذا تحسبها ليش كم وصل؟ ما قالوا اسرع بس هذا المشكله، قال فاست شارجنج وايرلس بس ما قالوا اسرع فاست شارجنج وايرلس. ما قالوا اسرع يعني اسرع اسرع من القديم بس مو باسرع، يعني مو بالاس مو بالاسرع أسرع. بس أوكي. اسرع وايرلس اسرع اوكي. الدبث فيجن سلمك الله كان اول اذا تدق صور، يعني حاليا اذا تدق صور هم يسوون انالايز لكل فريم للصوره يعني واحده ثنتين ثلاث اربع، يسوون لها اوبتمايز حق الكالرز ليه عشان يصير دايناميك رينج على اربع خمس ست يعني زونز. بس الحين الدبث فيجن بيسوي اوبتمايز لكل بيكسل، يعني لو عندك تنس كم بيكسل برنش يعني كم 485 تقريبا كذا 485 484. اذا دقيت صوره المعالج قاعد يسوي اوبتمايز للون ل 486 بكسل للصوره كامله، يعني كل نقطه منها يجي يوزن اللون مالها، يعني يعتبر تطور. وخلاص يعني في المستقبل القريب كل الكاميرات يسوونها يعني ديجيتال والجوالات وغيرها. صح. فشو الاشياء الثانيه برضو؟ كالرز اسعار طبعا. لو بنتكلم عن الفيس انلوكت برضو اللي قدام صار اسرع، فيس اي دي 30% اسرع من القديم، ما ادري ايش اللي سووه بس صار 30% اسرع. الاحجام احجام الذاكره الايفون 11 برو و11 برو ماكس 64 و256 و512، هذا الايفون 11 برو و11 برو ماكس. اما سعه الايفون 11 اللي هو بالوان بكاميرتين يكون 64 و128 و256. وبرضه في ميزه ان الان تقدر تدعم سماعتين، لو صار عندك ايربودز يعني سماعتين اربع يكون راح يكونون اربع سماعات يعني الايربودز، لو عندك ثنتين ايربودز تقدر تشبك عليهم في نفس الجهاز. في العمق الايفون 11 برو وال11 برو ماكس يعطيك 4 متر 30 30 دقيقه، الايفون 11 يعطيك 2 متر 30 دقيقه. الاحجام الايفون 11 وال11 برو 64 256 512، ال11 64 128 256. الديسبلاي لو نرجع مثل ما تكلم عليها علي من ساعه، ال11 برو اوليد والبرو ماكس برضو اوليد، اما ال11 ليكويد ريتنا ديسبلاي اللي تسميها اتش دي اللي هي ال سي دي. ال11 برو وال11 برو ماكس يدعمون الاتش دي ار، ال11 ما يدعم الاتش دي ار. لو بتكلمون عن البكسل في ال11 برو وال11 2430 في 1125 بكسل، وكل بكسل بير انش 458، هذا في ال11 برو. ال11 1792 في 828 بكسل يدعم 326 بكسل بير انش. ترى مترودون والوايد كالر فيهم الاشياء ذي كلها، الفرق ما بينهم OLED LCD كاميرتين ثلاث كاميرات لا ثلاث كاميرات كاميرتين اللي هي الوايد الترا وايد الوايد الترا وايد و 10x و 2x زوم، الوايد الترا وايد بس ما في 2x زوم، اللي هي ستانلس ستيل الومنيوم، اللي هي العمق ال 11 برو احسن اللي هي نص ساعه 4 متر وذاك 2 متر نص ساعة. بس هذا الفرق يعني لو بتشتري جوال إذا عندك جهاز 10S 10S ماكس أو 10R ما نصحك تشتري. إذا عندك جوالات قديمة مثل من الآيفون 8 وانت نازل أو 10 أنا نصحك تشتري. أنت بكيف لا إذا الـ 8 تحس أنه زوين الـ 8 خلى أنا أقول يعني لو واحد جهازك عادل ما يشتغل من الـ 7
عدل ما يشتغل عدل ما في شيء من السيفن تقدر عادي اذا تفكر المهم انك تخطر سنه افضل لك منك ما تخطر يعني فتخطر سنه افضل فلو بنصحك في شنو اوكي شفت المواصفات كلها الشاشه ما نصحك تدقق في الشاشه دقق في الكاميرات اذا تبي الكاميرا الثالثه اشترى ما تبي الكاميرا الثانيه اي خليك على ما منها داعي الى 11 ترى ممتاز ممتاز يعني اتوقع هو المبيعات راح تطلع فيه خصوصا ان سعره 799 يمكن دولار اي بوفر بشتري لك 11 الوايد خطيره بس هذا اللي تحتاجه لان الكاميرات نفسهم الكاميرتين اللي موجوده في ال11 هم موجودين في ال11 برو وال11 برو ماكس لكن الزاده كاميرا اي بس الفرق ال2 اكس زوم وعندك خيارات الالوان برضو بس برضو كل المواصفات اللي قلناها هذه ترى ما بهذه كلها برضو باقي في ميزات او في مواصفات قبل ما تعلن عنها يمكن الشحن العكسي يمكن موجود ما تكلمت عن ابل ما ادري يمكن ما موجود ما احس انه موجود اوكي لكن في ميزات قبل ما تتكلم عنها لازم اذا جي الايفون عندنا راح نشوف الميزات كلها يعني انا الحين قام يرتفع ضغطي من المؤتمرات قبل ما تكلموا عنهم ولا شيء ولا انا الحين قام يرتفع ضغطي من المؤتمرات المؤتمرات ما تدري حق من ذا اول كانت يعني ما يتكلمون يدققون على المعالجات ولا شيء الحين قام يدققون الحين ما ادري تحس انه جالسين يبيعونه للشركات ولا يبيعونه حق الكونسيومرز نفسهم ما تدري من قاعد يبيعونه ضاع تحس المؤتمر مالهم ضاع انت يا تدخل دقه تعطيني كل الارقام ولا خلاص خلك سطحي اوكي طبعا انا الشيء اللي ما عجبني ان تمنيت انه يكون في 90 فريم 90 هرتز 90 هرتز او 120 لكن للاسف ما تكلمت صف ولا جاوبت طرف ولا جاوبت طريقه السنه الجايه ان شاء الله هارني السنه الله كريم اتوقع اذا ودهم نسوي بث مباشر يجي نطلب الايفون يوم الخميس يوم الجمعه اذا ودكم متى يفتح 5 الفجر يعتبر عندنا 4 الفجر وقت صلاة الفجر عندنا بالنسبة عندنا احنا فيكون عندكم في السعودية الساعة واحدة لا واحدة ايه واحدة الظهر تقريبا اذا كنتوا بتبون بث مباشر كتبوا لنا تحت واحدة الظهر يوم الجمعة بس ما حد يبي نوس توم جيم من النوم بروحنا الدوام شذا واحدة الظهر ما بين الدوام واحدة الظهر عندنا عندهم واحدة الظهر ايه. احنا ما بعد نروح الدوام ايه عندك كلاس واحد بتروح بتخلص بترجع كلاس واحد لنا اي صح فاذا ودكم كتبونا تحت غات نطلع بث مباشر وقت الطلب وقت طلب الايفون فبس ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه نشر المقطع واعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني عندك سؤال عندك شيء كلام جواب اي شيء تبي تقوله قبل ما تتكلم اي ابل توم اختار على الوايد انجل اي ابل توم اختار على الوايد انجل عند الاندرويد والسلام عليكم